ألف هنا وشيف. تسلم إيدك. صلص. أيوة طبعاً. طب أنت إيه؟ ألف هنا. أيوة دقة. شطة. أيوة. لقيت قوي لما مشيت فجأة كده، يعني كان نفسنا تقعد معانا. معلش مشكلة كده وخلصت. ألف هنا كل بقى قبل ما أعمله لك بإيدي. وراي بقى. بسم الله. اقطعني اسمعني اسمعني اقطعني. سويت لك الشط أجيب لك علبة تانية؟ لا 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 هاخد عليها. طب اقول لك ايه، انا لسه ما حطيتش. خد لا مؤاخذه بتقرف يعني كمان. لا بتقول ايه؟ شوف كده قلبها كده. تمام تمام معلش لا مؤاخذه. تمام تسلم ايدك. ان شاء الله تسلم وتعيش. أنا عارفة إن كتب الكتاب المفروض يعني يبقى على الضيق، بس إيه يا عبلة؟ قولي ما تكسفيش. كنت عايزة بنت عمتي اللي في طنطا وعم شوقي ورحاب يحضروا. أوكي. وفي ناس عزاز عليا قوي هنا في الحتة، تلاتة أربعة بس. أصلها هتبقى عيبة يعني لو ما عزمتهمش. لو على ثلاثة أربعة ما فيش مشكلة خلاص. تمام ما يزعلوش، المهم ما يزعلوش. إن شاء الله تسلم وتعيش. طب في حاجة كمان بس سايق عليك النبي حبيبك، ما أنت زعلان مني. في إيه يا عم لؤي؟ ما تخافيش. في واحدة عزيزة عليا قوي يعني كان نفسي تحضر، بس هي ما ينفعش تيجي، لازم ان احنا اللي نروح لها. يعني ايه مش فاهم؟ اصل انا كنت نادرة، لو ربنا رضاني ونصفني لازم ان يبقى في حضرتها، ما ينفعش احضر غير وستنا مبركاني. ستنا؟ عايزة كتب الكتاب يبقى في السيدة نفيسة، بس المعازيم هما هماهم، مش هيزيدوا ولا ينقصوا نفر. شوف لو ده هيضايقك خلاص يعني مش مشكلة، أنا هبقى أروح واستسمحها مرة تانية. لا مش هنزعل ستنا، كاتب الكتاب في السيدة نفيسة. والنبي صحيح ربنا يكرمك ويسعدك، ده هيبقى فرح حلو قوي، هتفرح كل حبايبها. معلش يا عبلة ده تليفون شغل لازم أرد. ماشي. ألو مستر كامل، إزاي حضرتك؟ إزيك يا أكرم؟ الحمد لله كله تمام. أكرم أنا بكلمك المرة دي كجوز بنتي، وأنا عارف إنك زيي ما بتخليش حياتك الشخصية تأثر على شغلك، بس أنا كنت عايزك تشغل نادين في المجموعة، حاجة تكون قريبة منك. طبعاً طبعاً دي حاجة مهمة جداً. أنا حاولت أقنعها كتير هنا في لندن بس هي عنيدة جداً. حاول تقنعها أنت كأنها فكرتك، يمكن توافق لو أنا برا الموضوع. حاضر هعمل كده، بس يعني لازم ألاقي لها حاجة تناسبها، تناسب اهتماماتها ودراستها. أنت عارف حضرتك نادين ما بتحبش عادة المكاتب. نادين لازم تشغل نفسها بحاجة لغاية ما الفترة دي تعدي، وإلا هتتصرف تاني بتهور، ومش كل مرة الحكاية هتبقى بسيطة. كاتلين بتسلم عليك أنت ونايلة. سلم عليها كتير. حاول في الفترة اللي جاية دي تكون موجود جنب نايلة أكتر عشان تقدروا تساعدوا نادين. حاضر مستر كامل حاضر.
أكرم، أنت وطالة أهم حاجة في حياة نايلة، وأنت عارفها ما بتتكلمش كتير. دكاترة شورت في حاجات ما أحبش إنك تبقى زيي فيها. مع السلامة. حاضر، مع السلامة. ايه مش هتكمل اكل ولا ايه؟ لا الحمد لله شبعت. هو في حاجه ضايقتك؟ لا 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 خالص مفيش حاجه. عارفه يا عبله، اكتر حاجه بتضايقني لما احس ان في حد عارف عني اكتر من اللي انا متخيل انه عارفه.